السلام عليكم بالنسبة لي، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم كما كتشوفوا الكسف معمر بالكبده والشعريه الصينيه. المهم غادي ندوزوا اول حاجه هي غادي نشرموا هذا الكسف وغادي نديروا الكبده حتى هي طيب. غنديرها في المغله مع الاقامه. انتما نوريكم كل شيء كل حاجه وطريقتي كيفاش غادي نديرها. انتم معنا. اول حاجه غادي نديرو هذه الكبده بعد ما غسلتها وقطعتها كما كتشوفوا. غنديرو للبنات واحد معلقه ديال السكنجبير، ندير لها معلقه ديال البزار، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره او الفلفل الاحمر. الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. البنات هنا وضعت قزبر مطحون وقزبر معدنوس مقطعين وجوج فصوص ديال الثوم. دابا غادي ندوز نسحب الكاميرا باقا خدامه وانا لقيت راسي راه موقفاها. وانا غندوز ندير زويته بلديه صافي. غنوضعها فوق النار صافي. غنديرهم هنايا مع التحريك نخليهم حتى. وهنا البنات انا مقطعه البصله موجداها اللي غادي ندافع عليها. دابا غادي ندوزو نتبلو هذاك سميتو الكسف. انتما معانا هنا الكبدة راه كتقلى. نوضع دابا كما قلت لكم التوابل اللي غنستعملو نديرهم في الكسف. غندير واحد معلقة معمرة ديال السكنجبير البنات كما كتشوفو. نقرب ليكم باش تشوفو. هنا معلقة ديال البزار، وقبل البنات درت واحد جوج فصوص ديال الثومة حكيتهم هما اللوالة تما. هنا واحد معلقة ديال معلقة أو نص أو جوج معالق ديال الخرقوم عرق. ننزل واحد شوية شكون اللي غيعطينا اللون. واحد معلقة ديال الخضر ياس، معلقة ونص كمون، واحد معلقة معلقة بنات عامرة هكاك، هنا البنات غندير واحد معلقة عامرة ديال السمن كما كتشوفو.
غادي ندير البنات واحد معلقه كبيره ديال الزبده. الزبده هي اللي كتخلي داك اللحيمه تجي فتيه. الزبده تكون من احسن حراره المطبخ. هي اللي غندهن بها داك الكسف كامل. وكيبقى هادشي درت ليكم على حسب الكسف قداش، واش كبير واش صغير، على حسب. هنا البنات غادي نوضع واحد الزعفران شعرة، واحد الكمية كيفما كتشوفو هكا، غادي نحكها بيدي هكا. هنا بالنسبة وضعت واحد نقول ربع ديال الكاس ديال الماء، غنخلط بها ديك التوابل كاملة. البنات كنت غادي نزيد على البصله تخلات مزيان، غندير لكم البصيله حتى هي. صافي البنات انا غنستعمل يديا دابا، غندوز هذاك الكسف باش غادي نشملو. صافي البنات غادي نشكو هكا بالموس باش تدخلوا هاد العطريه وفي نفس الوقت تدخلوا الطياب. نمشي معاه هكا كله. وانتم البنات شفتوا راه حليتو من هنا فين غندير العماره، حليت غير بوحدي بالموس هكا انا نعمرو. البنات لا باش ديروا غير هكا ولا ما تعمروا حتى حاجه، كتفرشوا لي الاشياء ديال زير تيميجا فليوز زعتر وكديروا. كيجي البنات شارب هذاك الاعشاب كيجي غزال، ما تشبعوش منه. صافي غادي ندوز اول حاجه غندهن من الفوق مزيان. الزبده كما قلت لكم كتخلي البنات شفتي كيجي زوين. الكسف غنديرو في الفران البنات يتحمر. نهزو هاد الشيء ناخد راحتك. صافي البنات كندهنو بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي دابا بقى لي غير نعمرو وندخلو الفران، عاد غنشارك معكم اشنو غادي
باش غادي نرافقو بطبيعة تحب الخضرة اللي غادي نرافق غير شاركة معاكم حتى شنو الخضرة غادي ندير. الشارية الصينية دابا كندوز نوضعها بهذا الشكل هكا هانتوما البنات صافي ودغيا بسهولة كضغطو عليها بيديكم هكا حتى كدخل ونجمع هادشي بيديها صافي البنات هنا عندي كيغدو هنا عندي كيغدو غنحاول نجمعها بيه كيفما كتشوفو عطيكم شي حاجه اللي غترجعوها انا البنات هاد الطريقه راه كتجي غزاله شكون هكا شعره دهماويه كيجي لذيذ ما تشبعوش منه مرة البنات هكا حتى غنكملو كلشي صافي هنا راه موجدة أنا موجدة اللاطة هنا غادي نوضع فيها هاد هاد اللي غندخلها للفرن فرشت لها البابي ألمنيوم مع ورق الزبدة هنا البنات وجدت اللاطه اللي غادي نضيف في هذا الكتف وفي هذا الاثناء راني شاد الفران سخون غادي نضيف الكتف ديالنا بهذا الشكل هنا ورق الزبده غادي ندير بطي ألمنيوم نغلفو مزيان نمشي دوك الصياد كما كتشوفوا البنات دابا جمعت عليه مزيان بابي ألمنيوم صافي البنات ما بقى لي غير غندير نضيف واحد الكاس ديال الماء غنديرو في اللاطه بهذا الشكل كما كتشوفوا صافي البنات نخوي كاس الماء كما كتشوفوا بهذا الشكل صافي وغادي ندخلو الفران كيف ما قلت لكم كياخذ الوقت من ساعتين على حسب كيف قلت لكم الكبر ديال الكتف واش كبير ولا صغير حتى 3 ساعة ونص صافي هانتوما معنا انا غندخل الفران وان شاء الله باذن الله تنوريكم كيفاش غيجي وكيفاش غيكون الطياب كيفاش جا في الطياب ديالو هانتوما معنا البنات كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكتف ديالنا كيفما كتشوفوا كيجي غزال البنات محمر من بعد منين طاب زولت لي هذاك البابي ديال الزبده مع بابي ألمنيوم ودهنته بشويه الزبده عاوتاني ودخلته الفرن حتى تحمر كيفما كتشوفوا كيجي محمر رافقته بهذه الخضره اللي بخرتها شويه اللوبيا مع خيزو مع البطاطا مع القرعه الخضراء وزينته بداكشي اللي عندي البيض ديال السمان مع طريفه ديال الفرماج
نتمنى ينال اعجابكم بالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوش البنات جربوه وردوا عليا، راه كيجي غزال بداك التتبيله اللي شاركت معكم، وكيجي بنين وكيجي فتي بحال الزبده. يلا بالصحه والراحه الى فيديو اخر.